الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ألقى معك قرينا حلقة ذي التضبار وكم إذا هاي الموضوع يعني كهذا اللي خوارج ولدى خوارج اللي يرادو نبي عليه الصلاة والسلام حديث بدن بوغاد لي صفات كودا يوت المامي عادات كودا يوحي يعني صفات كودا كم لها أحاديث يقصها رورتي قبل واكسوها دلني قبل نوانكها دلدونا بإذن الله الكريم قيبنا حدا انكها دلينا وحاجر نبينا عليه الصلاة والسلام إن نلقى يمنتا من وكاني ذهب وسر ديبي ومركا سيد علي يعني يمنتا وقدر يؤدر النبي عليه الصلاة والسلام ذهب كي مركي لوجي نبي عليه الصلاة والسلام حقوق في بعض الصحابة مركي وقيمي يا رك منها رك جوغي وحيدا الى رسول في سوم رك على رسين هيا ما سوى انك وانا لك تغيا مركز بنبي وان صدوا هيا اسلام كان صدوا هيا بيش. مركز كبعد يا وحى استاغنك الى به ترى الخواسر مركز النبي وحكيري يا محمد اعدل فإنك لا تعدل بير محمد عدل سمان عدل ما سمين يسدي مركز نبي وحكير ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل هو يا عدل سمين يا هدانا نبو عدل سمين مد عدل سمعيها دان النغن يا عدل فرها يبوي النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر ورنها يوه إسالة لفتي سيدا سوكاليتو يوتي المامها ياه نبي عليه الصلاة والسلام مركي وكسر النغضي حنين دقال كيدي إسقوا جوجا ميل إلى جعرانا يا بلال مردي سوح أبوك يعني في ضد جرته مركز رسولك صوغ قاري في ضد ضد كين واسي نكمل بسوي بودي هدنا سيد الرواية كانت المامة يسوى أيضا يعني وقائع أي تعدد عدوي كأيكو تروبي ويطورها مركز بيقول يا محمد اعدل محمد وعدل سمين مركز النبي عليه الصلاة والسلام سيدي وكلب كيري ورهوغ يا عدل سمين يا هدان العدل سمين لقد غبت وخسرت إن لم أكن أعدل واد هوكتي واد نخسرت هدي آنا هاي من عدل سمين هاي يمي وايو وحل فرينا تراعدوه روح عدل سمين أساقاسا تضيانيسا أو مأمور أتخطوه الله أمرينا فراعدو مركا واد بوقتي واد نخسار طيب وكيه مركو سيدا يقى أي وحا إستاقى سيد عمر رضي الله عنه وأرضاه مركا سيبوحي دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق إله رسول كيسو إداف
نن كان منافقا دليل ونفتك غادي له رسول كيس ودايبي رواية كلام وحاقصه من الخالد فاوله أنا قال إذا إله رسول كيسو دل كيس إلى اندله مركز سيد عمر إذا انضرب كيسة إيا خالد إذا انضرب كيسة لرضب ويسواء الورين إسكان فرع معان معيان وأيو مدكست وكمله وعيدا دلبي مركز هنا تلاك عمر باهر يا سيد عمر مركز بان نبي وكجو ديال مركي وننكي دبور جديو تغنى أو سيسع لنا الأخالد بائدا ضربايا سيفتي لبحي مركا سنبو كسي شيخي يمينك نسر إيسا وحكا إما الدوانا مركا نبو ودي إذي إلو دي لسيد عمر أما خالد مدكوانا إلو دي لو ودي إذي نبو وحير عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي وحن كما قالها يا إلهي إن إذتك كشها كايستان محمد أصحابتي سيبوا الدلية إن إذتك إرادان خاصي لها كما قالها يا رواية المنافقين باجوكتي كفى إذا سنة يا فرصة يرهض ضد الأمان لنكي مرتب سيجيستي يا نبي بوحي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي وفي رواية يمرقون من القرآن كما يمرق السهم من الرمية إن كان أصحابتي سبي يركسوا به الدوانان السجا لنجوا قال الله الدين السجا إيه أصحابتي سبي قرآن كي أخرنا أيام بغير لبن قلون تودنا من رافعيو وإكبت بيان قرآن كي سيدا قمونكو ماشا لقققنا أو ماشا لقققنا أو قبت بو أيام قبت بها أيام بغير قرآن كي سيدا سبو نبو كتل ما عليه الصلاة والسلام مركا وحو يري حناجرت من رافعي هلك قلون تا من رافعيو بغير قرآن كي لما تفسير بيكو فسير العلماء وحلوات يدابة إذا معنيه سئنوا يهي لا تفقه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلو منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجر وحي يعني ما فهم هيان قلب قد ما فهم القرآن أو آخرنا يوم وحي آخرنا أيام كو انتفاع ما يقلب كل يفسر ما يوم دافونا أمك ومصرنا عربك العلم تيسا أفقد أو أخينا يو حنجرد أي أحكى أخينا يسو حلقة الحروض كسوى بحيسو ما هنا وحكى لكم ربي وأي حنجرد أي حلقة يعني حلقة وما يشعبها سيد حرف حروف الهواء حروف تليرادو أي كسوى بحان هذا إيو همزة إيو هيا كسوا بحا هيا ماشا اوها سيدي كسوا بحا حلق انا وحا كسوا بحا هيا حق دي ايو عين كي ايو غين كي ايو هيا كسوا بحا هيا ايا خاضة لحداسا وحا ليلا حروف الجوف با ليلا دا لحداسا مركا اوها سيدي مخارجتا حروفتا ايا كنا مرعا في سنة قرونتي حروف الحلق ايا حروف الجوف هيا لك ليلا مركا أفر لبدا حروف الجوف بها وقوها سيدو هذا إيه مزدعة أفر تكرنا وافحكتا وحروف الحلق بها لإرادة لحدا حرف يا هلكا وسكا صباحي إمتا كرو حروف ونواكا كريان إمتا حروفا ماشا إيكا صباحي أنا قردو بقلقتا يا مرك قلبي وهو سيدا دقي ماي قرآن كواخنا يا هو سيدا دقي ماي قلبي مغيي دافت القرآن الكريم كان لغيره مقال يا غلب يقول تاسوا معنى يكفى سيران العلمات وحكى لا يكفى سيران معناها لو قد وحا لا يسعد لهم عمل ولا تلاوة عمل أكري مايو لغن أخبر مايو
قرآنك أي أخرنا يا أن أكري مايو لغا أقبل مايو وهي عالك وناكسن إلهي بو أكري يا له إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح إلهي سيدا يسبه يلي سبحانه وتعالى عملك وناكسن صاصف أكرنا غنيا إلهي بو أقبل يا أيك مرك عمل أكرنا غن مايو سيدا سو أي سلاف عن عمل كي سمينا هي يسلوك هرين بدهن لغا أقبل مايا لغا جيدانا مركا القرآن الكريم كهو كبد بين بالي سيدا قمونك ماشا لغوك أنا لغا قدبه روايات تمركا هو كلا دوينه كوا وحي ليله يمرغون من الدين مذكر وحي ليلة يمرغون من الإسلام روايات كلا وحا كسوار ورتين يمرغون من الحق كل اسم معنى إيمانا يا رفضك هذا كوكرا دوانا دينا ويسمى القاتك عيانا من ضمنك كلو شاهدوا يا فهذا هو لكرها يا حديثك معناه هو لهو لكرها يا ما حد روح ورنا يا عالم كويا هي الفاد مدلولات كذا يا معاني ذا اللي كان يسوع ما حد عالم كويا هي وكو لكرها يا رفضك رفضك لا تكون معناه وكو لكرها يا اصحاب الاهل بيوا هاي إن السيدة يعني ويقانا مدلولات اللغضة يتوصيل إسان معانيدة كانيسة كل ويقرانين وحا يتوصيل اللغضة ويقينين نبي مركة وحير عليه الصلاة والسلام وكبت بابي رغرانك حقي وعافي مكسو النغنية مكسو النغنية ما يكسو النغنية وحا الدليل حديث نبي قد قوري عليه الصلاة والسلام وأبو داود هو بحين عليه إمام مسلم لفتي سر كتاب كيس صحيحة هو بحين عليه وحاجري نبي وينو يرى عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي اختلاف وفرغة ويخرج قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يغرقون القرآن لا يجاوز تراغيه يمرغون من الدين مروغ السهم من الرمي لا يعودون حتى يعود السهم على فوقه هم شر الخلق والخليق ضوبا لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم وحيرنا به عليه الصلاة والسلام ومد إلى الاستلاف هي فرغة هي كتحت عيبه إن استقلمان اسكهر يمادان آران دود اسخلافته يا أمد إذا كتحت عيسابه مركي خلاف كاسبه يماده يا وحا صوبح يبير قوم هذا المعان فعل نحن هي صوبح يبير وكون هذا أدركتين هذا الكمعان له وح يعني معانا كريه كهذا يا القرآن كريم كان كهذا يا أحاديث النبي الأخرى يا وحي كريه وحي القرآن كي أحاديث كان مرربنا محيو قد جيدا دين تمرربنا وحي وهي القرآن كي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كدس يودك أحاديث النبي روا تبيين كي وبيان كي القرآن كريم كان والنبي كفى السيرة هي وي فقه كي مركا وبدأس يا حنباسا لقد أصبحت حمبارساً أيها حمبارساً ولقد أقاتي واستنباط كي معاندي لقد أصبحي خوفك منك معاندي أسفهم وقلبك يسأي أقود بقرآن كي معاندي سو أحاديثي معاندي أقود بتي خوفك سخير كي هرب ويرنب عليه الصلاة والسلام خوفك سإلهي خير لدونب ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين دوير إلهي سو إله رسول كي سو روحي إلهي خير لدونب دينك فهم سياه ذاتك مركا أصحاب الفقه علماء الفقهاء وعلماء إلهي خير كالدواني وقرآن كريم كاي أحاديث النبي المعاند ودلودة في قلبه قلبه هو سعوبي إلهي هو كشرفي وكوا مركا فقه هو دي مرر نبيلها محي إليه ويسد الدمين لونتا وقرنا في القرآن كيبا قرآن كي يخلنا إينا لونتا قافي مركا وحي مودين إن القرآن كجدد سبأي تأخرن تكريم أحاديث تسيد وكريتو وحكا لدوغا جيدا إيسان جريم معاني ما داوي إيسان جاري إيسان كل دمين
الجهل يعني المرء عدو لما جهل روحه وحق الجاهل ككي هي عدو بوكي هي مركع عدو يكون نغضي فغي بي أهل كيس تدك الصومالي دا مش أخذوا دي أهل بيبا هاي فقه إليه مش أخوا وين بيليه مفسرين بيليه محدثين بيليه أحاديث النبي الأخرى دا مفسرين آيات تفسيرين يا بيليه من معاني دي دون قلب جود أي دكتي فقه إليه فقه أخرين يسوى فهم كل السيدين نحار بيليه النحوي أخرين يسوى اللغويين هم لغة أخرين يسوى وحيليه علماء التاريخ بيليه وحيليه علماء العقيدة إليه عقيدة ذو الدفاع يسوى إلى لنا يسوى عقيدة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة عقيدة ذو ناكسب إيه إسلام كسوة فقسيها مذاهب إسلام كسوة فقسنتها وعقيدة الأشعرية أيك مرخطة وكئريا وحيب إيغانا إن إيقاليه أشاعرة إيغانا قل قلت أبو قال لما حبنا هيا مركاسي مركض بقودهان هذا نقول قال لما حبنا هيا مركاسي وحي ليه مركض شيكتو أشاعرة يعني الإمام الأصحاب الحسن الأشعري لقى يقول نصف الشاقر علماء الإسلام وحي ليه وهو أشاعرة وهو قال إمام الأشعري وأبكتها بكرة وحاسوا وقصوا أنكم نقمد هاي يعني الدريق اللي كنت جوا إليه وكذابين بين الرجال وحيد هم بين له نندن تيجي نندر بمرغاتي وغب سلام إلى هالسوارد مركوا واحد دوا وسيسك فجيني نن هدا رئيس الجيل مركا سيوح إليه طريق يسوى كسر النظر ده طريق لأنه كسر بير ولي قاعد يديه تلم بالعرض سداس ما هدا يقف في عن أركان مركب أنت كبعد الشيخ ترون ليه ترين أنك أنك ما هني كاس أنك أيونا لكن ولا سكر يوقف سكر عنا للماي ون مر على فجارة أنا سكر ريب أي كشيء أنا يا ما هذا السكر أنا مستوى أي كسر سعته ومرك قبل الشيخ عبته وفريسته أي كمد نغنس من جالس كان سالي كيف فريسته ولا لا فريسته ولا كل شيء سيوبة مرك دم وحبي كعسينا يا ما بعمل فقص حرك قفتي كقول سواك سحر سوامانيد واحد أنا أفوح أنا حشو ما هذا واحد عن ترى ما كان حشو أنا سوا حبك مش هيك كرتي بدعي هذا مش هيك كرتي بعد الكود ما بياني كرتي واحد أنا مسيه مش هيك كرتي أحاديث النبي كان أدخل أحد ترى ما كان حشو أنا صفات النبي وكل شيء عليه الصلاة والسلام مركا النبي عليه الصلاة والسلام يحيي هذا المعاني هذا الأيام فعل الكود الوحيد اللي في ريب الله بضع علامه وعلامة النبي وسيء وكبح شيء وحي للنبي قرآن كيف أخلنا يقول تراغيدا لما رافي يبو هل كانت الغوالة رفتا يعني سوكا يكرد حيلا لاشا نحرقا وديرا يعني لقد قور ولقد هنرو لاشا سعلي إلا دا مركا هل كان مرافا يبا للقرآن كوري مرافا يبو وكبت بيا قرآن كي ما كسر نغونا يا لاشا نوجه للمجدد بتاوي لا يرجعون حتى يعود السهم أنتي جمون كسر النقطة كسر النقطة ما يمدرين جمون خد هذا وحبت خد هذا حبت بقى جمون كمش يصير تاجر حبت هذا خد مال كوريد أضرب الله ده مثلا بقى مش هي كل عليه مركاسي مركي مش أسير تسر النقطة خارجي بعفوا كسر وجه فوقي راتب بارودي بكره كمان طيب مركاسي قسمة دي كل اللي حسب إيش هذي تاسير صورة قلبه عندنا مستحيل أكثر مستحيل بين كتاب واحد يعيني لكن إلهي قادر بوكوية مستحيل ويا لكن سيد عادة شيء مستحيل لوحرة ومستحيل أسونا ما دابا كان شيء يسون نقطة سيدة سمي صحابة دي مستحيل تاي إن الدين تبقى كسون نقطة مستحيل ما كسون نقطة حديث كان مرقة سنة إمام مسلم يا أبو داود أي بحرية على غضبه لا يرجعون حتى يعود السهم على فوقه مقصون غريا دينك انت قمونك ماشا لقردي او قصون غريا هيو تاسا مركا كنت سيرت ايسا سون غريا لما الرجاليو انا عافي ما دانا وقفت يقرا لما الرجال لقب الرجال الصباح حتى يقنانا عحد قفل بلقو الدون انو اللي بنيسا كإلا شر او سنو يدي وحي اخرين هيا الدين المهي يقول قيل قرآنك إيه برانا هيا إحاديث إيه برانا هيا
أحاديثي ولا حديثين يا لون أخذ الماي ويا معناه ما فهم سنة مدبان أحاديثك في الفيرين جري كتاب أربعين كاي في الفيرين بي مركز الفيرينه ضوء ما مركز أنا أخي يا مذهل قرويك وهبية ذا كمل مركز بوحي ورمحا محاشاك المرضو تكتا مركز بمرنين كاس بدعقة هادي وخرافية هادي أنا أكو آخرين هاي مركز هاي آخر مركز هاي آخر هاي أنا وابد جيسنا هاي معنيك سواء نغانا مركز أخريا 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 مركز بيل بيل وبشر يقع صباح الدور صباح مركز آخرين هاي مع الشيخ وحرب أنا أدو أخري دو وأد مركز يمع ميدان ربابي مركز بيل نحوها قدبها هاي بيل الله العربي قواء غانا بيل سعودي قال مدد شوقي مركز نحوها قدبها هاي ما هاي حركة دي كلمة كسلو عربي ولا شيء معنى هذا واقع نابي هذا مرك آخر فيه وحو لا يجي سوق تفسيرنا هيا عربي للسوق إذا وحو أنا هاي بير سواء مرك سعودي جوبي دلوا البو أهابي دلوا مرك وحو يقي نبي مرك سمر والبا مرك قبل مرك وحين مثالنا استيرن كبابو كل يوم مثالنا يا إلا وش قد يصير أيدي يوم مثالنا يا مركز الصباح دي عندما واحد ريبي شيخ أنا كتاب كان يعني واحد رواه السفة على هو أخيه واحد أم قنا هي نيك هي أخينا هي أم قنا مركز في محادي نقولي إذا مركي هذا خراف أنا واحد رواه يعني الدين الإسلام السفة على فهمته فهم في على سليم آد فهمته حتى هذا يعني سال محادي نقولي ما كم أنا نقول هذا محمد ما هذا أخينا ريبي وهذه بس واحد دم رمحاك ورع صباحي لا ما يوان حاجة إسكا مشهورة بي وان مشهورة مركز وان إسكا ضعفي مركز وحان دي كتاب كلا كار وان أخنا صباح دي دم وكوفة كروح يصير بيانات شكت بيانات شكت مشهورة قاد مشهور شيء خنتك شيء صباح دي دم يقول لك أصبح يشيء وحكو مشهورة إن لنك أسي سيدا كويري أو سيدا سلو صباح يلا كو مغلاب ويشيء marka waxaan beenahay markii hore sheegto mashquul kala aan u marayo aad iga dhigtay hawshaas aad hawshay sheegi lahayd mar hore waa israaci leh ninka aan kaas daweeyay ilaa ninku cudur buu ugu noqday jidka ku garashay dad jidku u galay been tara wala iska ilaaliya waa shub limida ugu daran qof uu ku qoro waa marka waxa waay waxaan uga jeedaa caafimaad qofka hadduu gar caafimaad laga marjeeyo caafimaad laga marjeeyo وسيد الحديث كان النبي وكنت المام عليه الصلاة والسلام ما قصوا النغنية إن علماته تدعنا وحكا أخرستان ما أقرأ قفوا البأسك إسكيس أشيطة إلا وحى ربرها يا سيدي محمد بن عبد الوهاب أمر جري إلي رأي يقول هذا القرآن كتفسير سلام كتابه هذا لقى رأي يقول إنه كتفسير سلام تاسم فريد وحين مرك النبي وحديثك آخر كيس كسير هم شر الخلق والخليقة خلق يا خليقة هرق صور شايفنا معناه هذا خلق قنا وما وحي يعقل كه عقل له ما لا يعقل كه عقل له هاي الخليقة اللي يرادا سيدا علماء قبل كده يكون تصيريان مرك خلق يا خليقة بقو بشر بدو يبي النبي عليه الصلاة والسلام ذوبان من قتلهم أو قتلوه وفي الرواية ذوبان من قتلهم وقتلوه اللي بانت انا واحد اسكلا بوي هي قردي الدشه اما الدلال قفكي الدلال اما اسب الدلال كاسا تنادى اللي بانت اسكلا بوي اللي بانت كاسا قرهلا هي نبقى بشارة حق يساكت مدوية او قد بشارة يدد الله دقالمي دفاعية دينة اسلامك عقيدة اسلامك دفاعية بشارة نبقى اسيين وي oo ugu bishaareeyay jannada nicmadeeda inay mutaysteen oo Ilaahay u siinayo oo Ilaahay ku amaal marinayo ayaa xadiidkaasi cadeynaya wuxuu kala nabigu sii yiri yadcuuna ila kitaabillaahi wa laysa minhu fi shay dadka waxay ugu yeerayaan Ilaahay kitaabkiisa ugu yeerayaan waxna kama aha wax ay ka yihiin laba nabiga ka afiyay inaysa waxba ka ahayn caamada markay waxay moodeen waxay sheegeen inay ku yihiin markaasi markay lahaayeen waxaan furayna maxaa dadkan diinta ku xukumeyna dadkan diinta ugu yeerayna dadkan maxaakim baan furayna
dadkii waxay mootiinayaan waxay sheegayaan dhab yihiin caamadii marka waa runta waa halaagsan in laba dhalaayihiin qofi dhalaan qofki hogaamiya iska raacaya markaasay run moodeen kitaabka ay sheegayaanay run moodeen ilaa axaadiisan ma akhrisana ma yaqaanaan yadcuuna ilaa kitaabillaahi walaysuu minhu fii shayin haddeena maqla nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu leeyahay kitaabkay dadka ugu yeerayaa waxna kama aha calaamadooday ka mid tahay yadcuuna ilaa kitaab illaahi walaysuu minhu fii shayin kitaabkay dadka ugu yeerayaan waxna kama aha sidaas baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo ku sii daray nabigu calayhi salaatu wasalaam man qaatalahum kaana awlaa billaahi minhum buli qofkii la dagaalama yaa ilaahay uga owlanimo badan buu yidhi kuwa aan la dagaalamin buu markay soo baxeen laba daa'ifaa joogtay labada daa'ifoo joogta waxay ahaayeen mucaawiya ciidanka hogaaminayay iyo sayid cali ciidanka hogaaminayay sayid calina wuxuu ahaa amiirkii muuminiinta buu ahay oo dhabta ahaa sida culimmadu isku waafaqeen marka daa'ifada marka la dagaalantay markaas waxay ahayd daa'ifadii sayid cali bay ahayd ayadaa marka kaga oolinimo badan oo uga xaqan yacni uga xaqnimo badanoo xaqay ku joogteen midda sayid cali mucaawiya iyada uga xaqan ayadaa ka toosnaan badan xadiidka tilmaamahay qolada la dagaalamaysaa kuwaa la dagaalamay ayaka ilaahay ugu oolinimo badan baa marka kuwa sayid cali baa ka oolinimo badnaada kuwa sayid cali baa ilaahay ku dhowaada kuwaasaa liibaantii janna ku helay oo ku liibaanay islaamkeena ka kaafiyey waqtigooda qolo walba marka waqtigeeda la rabay in islaam ka kaafiya dhibkooda waa inaad la dagaalantaa si dadka islaamka aada u kaafido oo shartooda qamci iyo aada ugu riddo u duliso shartooda adna liibaantaas inaad ugu gaarto islaamkiina uu kuu duceeyo taasaa la rabaa inaad ku gaarto lagaa rabaa qofka uu niyaysnaado marka uula dagaalamayo inaad liibaantii nebigu sheegana ku gaarto islaamkana dhibkan aad ka kaafiso adiguna aad shahiidnimo hesho oo jidkii ilaahay aad ku shahiidowdo waa inaad qalbiga ku haysataa qalbigana taa ku soo qabato taasaa muhiima wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man qaatalahum kaana awlaa billaahi minhum markaasaa nin saxaabigii su-aalayo wuxuu yidhi ilaaha rasuulkiisa maa siimaahum calaamadoodu waa maxay markaasuu yidhi siimaahum taxliiq xiirasho waayo yidhi madaxay xiiraan buu madaxa ayay xiiraan buu yidhi calaamada lagu yaqiinay markaas ayaa madax xiirasho ahayd carabta caadadeed markaas waxay ahayd inay timaha sii daystaan iyakana waxaa caado u ahayd inay xiiraan marka xataa mar walba caadadan waa leeyihiin oo timaha waa xiiraan waa xiiraan waa soomaaliya markay dagaaladu ka jireen ayagoo wada xiirana buundadii araara lagu leeyay oo mashhuura oo la yaqaanaa markay isu soo bahaysteen dagaalka ugu horreeyey araara lagu leeyay iyagoo wada xiiran oo yani calaamaadki daahir ay ka yihiin oo wada tafaxayda sidaasay ugu leedeen haddeertan alalaana iyagoo maxluuqu ra'si ah ayaa haddeertan la laayaa sawiradooda aad arkaysa oo sidii oo gar kale daynaya waa calaamadii as ninkii uu aslaysanaa garkana waa daynaya madaxana waa xiraya qofku markaas wuxuu ku soo baxayaa in suuradiisu ay noqoto suuro xoogaa uu ku dhahayaa tashwiin garka in la sii daysta sunno weyn nabigeenu waa sii dayn jiray waa qurxin jiray waa hagaajin jiray marka ma aha nataranba ee haddii bidcadu sunnada nebiga ay isku yacani ay samay maagaan foolxumay kasii qaadayaan waayo waa bidcu caqiidadooda halaysan qofka wanaagsan ee sunniga ah ahlu sunna waljamaaca yaa marka sunnada nebiga sameeyo qurux kasii qaadaya haybad kasii qaadaya wanaag ka qaadaya taqwo ka qaadaya alleh ilaahay ugu dhowaanaya laakiin bidcigu foolxumo iyo dheeraasho kasii qaadaya asa foolxumo iyo dheeraasho ayuu kasii qaadahaya sidaasuu ku tilmaamay xadiidka marka nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka wuxuu ku caddeeyey inaysan ku soo noqonayn markay ka gudbaan diinta taasaa xadiidka uu ku caddeeyey wuxuu yidhi markaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale uu ku caddeeyey uu yani uga hadlahayay qolooyinka yani khawaarijta ah oo bidcada ah markii uu tilmaamahayay inaysan ku soo noqonaynin diinta islaamka oo sida gamoonku meesha lagu gala uga gudbahayo ay uga gudbayaan wuxuu ku mihaaliyay nin gamoon rido biciid oo kale ama cawl oo kale ku riday uu ka gudbay gamoonkii markuu ka gudbay ayuu soo qaaday gamoonkii
مركز وحو فيري وشي سيو فير وحو فيري برتي أو حكومة دو فير وحو فيري فوق مدخل الوتر كيبو فيري ماشي يعني سلك اللوجري ماشي اللي قبيده هي سلك قدام بيضاء حرق سلك اللوجري أيو فير وحو فيري قربيه رش كيبو فير مركز انتي بو حو كواي وح وصفه كسور دقي iyo wax dhigo ku soo dhamaad sumaysho soo maray calaamado ay ku way sidaas calaamado looga wayay ayay markii diinta ka baxeen wax diintii raadiga ku leeyahay jiray buu yiri nabii waxa ay salaatu wasalam taas waxa imaam yahay hadii ka saar darasi aad u sicadayn wax raadiga ay diintu ku lahayd wax ay akhriina ayaan eeyeen fadaadadaas afka kari ay ka akhriinaya oo qalbigooda u daadagayay taas inay tahay ibtu sinaya diintu u tusinay hadii markaa abu saciid al-khudri وهذا يعني جابر يورينا هيا أن صوش هيا صفات كودا أيو تلماء وأيكو الجاهل يجين صفات كودا صوحة كم إذا مثلا با إلي ننكي أبو أسر سنايا وحرقوس النبي قول نسبة جهل وحول إله رسول كي سوى عدل السمين يسيد عدل السمين إذا النبي قول جوب بقول نسبة إنه جوب سمين وسن عادلها وضدك واحد أسيرين يا تاس أي حديث كبر عدي مرك النبي جا حق ريا والنبي جا اللي يده هيا وضبه ودي ورا نصاص وها تاس كتوس كون هذا اللي يده هيا النبي جا دارك طبعا هذا يسلي كيس مغلا حناقية هو إرفيا إرفيا وحناقية مرك يسلي النبي جا مغلا حجابي ككين وضبه داس ريا ككين كاس وضبه عرقوس الذي يجري كاس يتكين النبي الجهل يقول نسبي حتى هو لفته سيدي وكل الجهل يقول نسبي كتاب كان لي يراد أدبا ريا بكتاب وحال إلى سيارة الإنسان عن وسوسة شيخ الدحلان أن يكون مقعابا لك إسكالي محمد بشير السهسوان وحيري إله الرسول كسمو سنة قوانبوي شرعة الوسوة دجين فإن رسول الله ما كان يعرف شيئا من حقيقة شرعية ولا من حقيقة لغوية حقيقة لغوية هي حقيقة شرعية هي مجاز المفسر كي مدنا ما هو السحابة سورة لمدة هاي السحابة سورة لمدة هاي أهل البيت سيدة سورة هاي أمهات سيدة بخاري مسلم أبو داوية تلميذي سيدة سورة هاي أي مدى الإسلام تأثر تمثابه قامية سيدة سورة هاي جهري بتاهي كل ما كان في إن يقين شرعي حقيقة شرعية حقيقة يعني مجازة منا ما يسمى قوم فيري كاسين الجهل من نبي نسبة هو نسبة مرك إسلام تاسف تسينس تاسف تسينس تصاب نفتي سمر خاسم لي النبي عدل السماء نفتي سعدل بقول نسبة لي إنه أسوء عدل قال يا خان أي سكسي فيري هاس نبي قال وكان فيري أصاب نو سكسي فيري وحلوية غلطك أيك إن أيك اسم رجال إلى توسين غير كود أي جفسين ذكر كلام أي جفسين عمر ما ذكر جفسين أيك أي عدل وجوه قال الدين كي هيستان غلطك وهاي ستة سجري ساس وهاي ستان وانك سيد سفديس على ما الحديث كسر حديث كان أبو سليم وزير سوى ستان وحي كان سوى ستان وعلى ما ذا كم ذا الدنيا إلى الدين كقدر طعم إن كان النبي الدنيا بغصة الدنيا وغيبنا هي النبي ومؤلفة القلوب كسوى الدمية أيوه بقى في صدوية عدل السماء هو حسين يا مركع عمر أصلا هذا هو حسين ما عرف أن هو حسين لها مركع الدنيا ذي دخل كل علوبة الدنيا ذي نبقى هو بحر ريال علماء ما علماء ذي واحد قوي غنزوني إلى الزاهدان والدنيا ذي كزي زي كزاهدان وكزي جاستان أي ذا راعي سأي ذا سكرة تاقى الأرقي سمك الدنيا ذي إذا سكت مارس إلا وحاوي مرض الأمرين وي إن الراعة تقف في إله الراعة وهراعة سعيدة أسلك ما نس مركة كانت قفها هي عدو بكلية هو أبو أصدد ضدك كل إله وكغاضي وكبر لغيسان يا سيدة عامري عامد هذا بس كان دل بس كان كذا عيني بوقت حرام هي كنا علماء يسنا لقى يوم كان سيدة كبر لغيسان ما قي علماء ده نبأه ما قي علماء ده ووطع وحوي مركا صفات كل حديث كصفات كيس وسيودي دون بإذن الله الكريم حلقة دينا لبعض أيام حلقة دينا يعني سوسع وتنقص سيودي دونا
حلقتنا التضبال انت سنكون، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.